بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني الكرام، أخوات الكريمات، حلقة جديدة من بينات رمضان عبر موقع لبنان الكبير. ذكرنا في الحلقة الماضية أن القرآن دستور حياتنا. شو يعني دستور حياتنا؟ يعني نحن اليوم مثلا على سبيل المثال كلبنانيين لدينا دستور نحتكم إليه، هذا الدستور الذي وضعناه نحن وارتضيناه حكما بيننا كلبنانيين، فنتوقف عند أحكامه وعند القوانين المنصوصة فيه من أجل ألا نخالفه، ومن يخالف يحاسب ويعاقب ويتحمل الجزاء على ذلك، ما هيك بسموه مخالف الدستور. فبالتالي المسلم عنده أيضا دستوره الذي هو شو؟ القرآن الكريم. شو يعني دستور حياتنا القرآن الكريم؟ يعني لما أنا أستمع إلى أمر من أوامر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا، بدي أنا شو؟ بدي أتنبه، هذا نداء من الله سبحانه وتعالى. مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني أنا المطلوب مني يوم الجمعة لا بيع ولا اشتري عند وقت قيام أو إقامة صلاة الجمعة، وروح على المسجد وأحضر صلاة الجمعة، هذا أمر من الله للمؤمنين. ما يمكن مني أنا كمؤمن وكمسلم أن أخالف أمر الله ولا أصلي الجمعة، كمان لا يمكن لي أن الله عز وجل يقول لي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا أقيم الصلاة ولا أصلي ولا أزكي. ما بيصير أنا إنسان مسلم أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا أصلي، يعني هذه الصلاة التي هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فيا جماعة الخير، لا يمكن لي أن أكون مسلما ولا أصلي، يعني هذه الصلاة التي هي الصلة ما بين العبد وربه سبحانه وتعالى. بينفع أنا ما أكون في صلة بيني وبين الله الذي يرزقني والذي يطعمني ويسقيني ويشفيني ويحميني ويحفظني ويرعاني ويوفقني وينولني ما أريد من هذه الدنيا؟ فهل يمكن كل هذا الخير من الله عز وجل وأنا لا أعبده، والله عز وجل توجه إلي وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل ما طلب منا لا أن نطعم ولا أن نسقي ولا حتى أن هذا الذي من أجله خلقنا، إنما هو عبادته سبحانه وتعالى، وهو يتكفل لنا بالطعام والشراب والرزق وييسر لنا الأمور التي نحتاجها في حياتنا الدنيا. فيا أيها الكرام، القرآن دستور حياتنا، وهناك أوامر كثيرة طبعا في القرآن غير موضوع الصلاة والزكاة والحج، هناك أوامر كثيرة متعلقة بالمعاملات، متعلقة بتعاملنا فيما بيننا كمسلمين، أن نتعامل مع الآخرين، كل هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيه خير الدنيا وخير الآخرة. ومن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة أيضا فعليه بالقرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن دستورا لحياتنا، نحيا عليه ونموت عليه ونلقى الله عليه وهو عنا راض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.